الجهات النقابة السادات والنقراء السيدات والسادة الأعضاء المحترمون، يشرفني أن أقدم لكم عرضا حول أنشطة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنة 2024. عقدت الوكالة خلال سنة 2024 ثلاث دورات للجنة الإشراف والمراقبة في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي 111/14 بتاريخ 27 فبراير 24 يونيو و 27 شتنبر. كما تم تقديم مشروع ميزانية لسنة 2024 خلال دورة استثنائية بتاريخ 15 دجنبر 2023، حيث تم التأشير عليه في تاريخ 12 فبراير 2024، مما سمح للوكالة بتنفيذ برنامجها لهذه السنة بشكل استباقي. وتكريسا لآليات التدقيق والمراقبة الدائمة، تم تفعيل لجنة تدقيق منبثقة عن لجنة الإشراف والمراقبة، حيث تم انعقاد أول دورة لهذه اللجنة في 31 من مايو 2024، وقد انبثقت عنها عدة توصيات. وتم كذلك تفويت صفقة إطار للتدقيق والمراقبة التقنية العامة لجميع المشاريع المنجزة من طرف الوكالة منذ تاريخ نشأتها. كما واصلت الوكالة اعتماد برنامج عمل لتنزيل التوصيات وكذا المجهودات الرامية للقيام بمهام صاحب المشروع المنتدب بالنسبة لمشاريع الجهة. أما بالنسبة لأنشطة الوكالة الخاصة بتنظيمها وتسييرها، وفي إطار مواصلة دعمها لمجلس الجهات الرباط سلا القنيطرة في مواكبة وتنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية بالتفاعلية والمردودية اللازمتين، حيث تصبو من خلال تحسين التنظيم الداخلي إلى تنفيذ المشاريع بكفاءة والتميز في إدارة المشاريع وتنفيذها مع القدرة على إدارة العديد منها في نفس الوقت. فبعد المصادقة على الهيكل التنظيمي الجديد من طرف وزارة الاقتصاد والمالية في 27 من أكتوبر 2023، والمصادقة على القانون الإطار من لدن لجنة الإشراف والمراقبة، قامت الوكالة بتفعيله بالإعلان عن التوظيف بعدة مناصب مسؤولية أعطيت فيها الأولوية للكفاءات الداخلية، وذلك بتشجيع الترقية الداخلية فيما يخص 8 مناصب مسؤولية وتوظيف جديد فيما يخص 3 مناصب مسؤولية. وفي نفس السياق، تقوم الوكالة بوضع اللمسات الأخيرة لدليل المصادر لتعزيز الامتثال للإجراءات المتعددة وحسن المراقبة والترقب. ومواكبة لمتطلبات التسيير الناجح والمتمكن، وحتى يتسنى للوكالة تنظيم جميع آلياتها من أجل السيطرة على المخاطر وكذلك البيانات وحسن استغلالها، بدأت الوكالة بالتنزيل والعمل بنظم المعلومات التي تشمل جميع مصالحها. وكما سبق الذكر، فقد قامت الوكالة بتفويت صفقة للتدقيق في جميع الصفقات وسندات طلب المبرمة من طرف الوكالة منذ 2017، ويهم هذا التدقيق 125 صفقة. مخرجات هذا التدقيق ستمكننا من الاستفادة من التجارب السابقة والاتجاه مباشرة لمحاور تحسين خدمتنا. وفيما يخص توصيات مختلف الهيئات الرقابية، فقد بلغت نسبة إنجاز التوصيات 75% في شهر شتنبر، أخذا بالاعتبار التوصيات المتوصل بها في غضون شهر غشت الماضي. وفي إطار دمج عنصر المسؤولية الاجتماعية والبيئية في جميع مشاريعها، شرعت الوكالة في تكييف دفاتر التحملات الأشغال والدراسات لتشمل مجموعة من المتطلبات الخاصة بالسلامة والبيئة، وذلك للرفع من مستوى احترام مشاريعنا للقوانين والمعايير الوطنية في مجال الصحة والسلامة في العمل وكذا البيئة. وبدأ الشروع فعليا بتفعيل هذه المتطلبات في بعض الأوراش كما هو مبين في الصور. أما في إطار تعزيز الأداء المؤسساتي والامتثال لأعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة، السلامة والبيئة، تعد جهة الرباط سلا القنيطرة والوكالة الجهوية لتنفيذ مشروعا مشتركا طموحا لإرساء نظام إدارة متكامل يهدف إلى تحسين نجاعة العمليات الإدارية والتنظيمية وضمان الالتزام بالتشريعات والمعايير الدولية المعتمدة. تتضمن هذه المبادرة مواكبة كل من جهات الرباط سلا القنيطرة والوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع في عملية ترسيخ نظام إدارة وفقا لمعايير محددة والحصول على شهادة الاعتماد في مجالات الجودة، السلامة والبيئة. أما فيما يخص تقدم المشاريع التي واكبتها الوكالة خلال هذه السنة،
فسأستهل عرضي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية شق المسالك والطرق، حيث بلغ عدد الكيلومترات الإجمالي للبرنامج 1416 كيلومتر ومبلغ الاعتمادات 1.65 مليار درهم، يشمل كذلك صفقات الدراسات والمراقبة. بالنسبة للمسالك والطرق المندرجة في برنامج 2020، فقد بلغت نسبة تقدم المسالك حتى شهر سبتمبر 99%، أما الطرق المصنفة فقد تم تسليمها بالكامل. أما فيما يخص برمجة 2023، فقد بلغت نسبة تقدم المسالك في شهر سبتمبر 92% والطرق المصنفة 91%. فلولا التعثرات التي حل البعض منها والبعض الآخر في طور الحلول، لتم التسليم كليا للبرنامج 2023 في وقته المحدد. تشاهدون الآن بعض الصور التي توثق بعض أوراش أشغال برنامج 2023. وبخصوص المشاريع المتعلقة بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي، فأبدأ عرضي بمشروع بناء سد النوص. يدخل هذا المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المحددة لتمويل بناء السدود الصغيرة والبحيرات التلية بتراب الجهة بكلفة أولية تبلغ 68 مليون درهم، ويقع جماعة ألماس إقليم الخميسات. تم تحيين الدراسات ويتم الآن الإعداد للإعلان عن طلبات عروض الأشغال في انتظار المصادقة على الميزانية المحينة. أمر بعد ذلك وفي إطار نفس البرنامج لمشاريع تزويد مجموعة من المراكز بإقليم الخميسات بالنافورات الجماعية والربط الفردي، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية المرصودة لهذه المشاريع 89.4 مليون درهم، وهي الآن في طور إنجاز الأشغال، حيث تتقدم أشغال الربط الفردي لجماعة آل بوحي الحجامة بنسبة 70%، وأشغال التزويد بالنافورات الجماعية لجماعة تداس بنسبة 95%، حيث تم تزويد جميع النافورات بالماء، وجماعة الغوال بنسبة 55%. المشروع التالي يدخل في إطار برنامج تزويد العالم القروي بالكهرباء، ويشمل مشروع الربط بالكهرباء لمشروعين لإيواء سكان دور الصفيح بجماعة إنسبيت إقليم خميسات بكلفة تبلغ 6 ملايين درهم، حيث أن الأشغال انتهت وأشغال الربط بالشبكة الكهربائية في طور التسليم من طرف المكتب الوطني للكهرباء. أما فيما يخص برنامج تأهيل الجماعات الترابية للجهة، فأول مشروع يتمثل في تهيئة الطريق الوطني رقم 6 على مستوى سيدة إلال البحراوي على طول كيلومتر ونصف وبكلفة 27 مليون درهم، حيث أن أشغال الطرقات تتقدم بنسبة 60%، ويرتقب تسليم هذا المشروع في أواخر شهر نوفمبر القادم. أما ثاني مشروع فيهم توسيع وبناء طريق طلعة نحو مقبرة سيدي علان البحراوي على طول كيلومترين ونصف وبكلفة 17 مليون درهم، حيث يرتقب انطلاق الأشغال في غضون شهر جنبر المقبل. وفي إطار برنامج إحداث وتأهيل المدارس الجماعاتية ومدارس الفرصة الثانية، تتابع الوكالة مشاريع بناء 6 مدارس جماعاتية بإقليمي سيدي قاسم والقنيطرة. فبالنسبة لإقليم سيدي قاسم، فقد تم تسليم مدرسة زرارة مع موعد الدخول المدرسي لهذه السنة. أما مدرسة سلفات فيرتقب تسليمها لوزارة التربية الوطنية في أواخر الشهر الجاري. أما بالنسبة لإقليم قنيطرة، فتم تخصيص مبلغ 13.6 مليون درهم لبناء 4 مدارس جماعاتية بكل من جماعات بحارة ولاد عياد وليبوس الهام ديمال وقرية بن عودة. تتقدم أشغال مدرسة المريجة بقرية بن عودة بنسبة 60%، أما للمدارس الثالث المتبقية فيتم الآن استخراج وخط البناء. أما فيما يخص مشاريع مدارس الفرصة الثانية، فبعد التسليم المؤقت لأشغال التهيئة بالنسبة ل5 مراكز بأقاليم الخميسات القنيطرة وعملة تسخيرات تمارة، تم تحديد المعدات والتجهيزات المطلوبة في هذه المراكز بالتنسيق مع الأكاديمية، وتم تفويت الصفقات بما يناهز 5 ملايين درهم، حيث تم التسليم الكلي لمركزين، وباقي المراكز سيتم تسليم معداتها في غضون شهر نوفمبر. وبالنسبة للمشاريع التي تندرج في إطار التنمية الاجتماعية، نذكر مشروع بناء فضائي للذاكرة التاريخية للمقاومة التحرير بجماعتي ألماس والرماني بإقليم خميسات بكلفة 5.3 مليون درهم، حيث أن نسبة تقدم الأشغال بفضاء ألماس تبلغ 40%، أما بالنسبة لفضاء الرماني فقد أعطي الأمر بالخدمة في الأول من هذا الشهر مباشرة بعد الحصول على تراخيص البناء.
أمر بعد ذلك لمشاريع قطاع التنمية الاقتصادية التي تواكبها الوكالة، وتشمل مشروع إعادة تأهيل سوق معزيز بإقليم الخميسات، حيث انتهى الشطر الأول من الأشغال، وتم تفويت صفقات أشغال الشطر الثاني بما يناهز 4.2 مليون درهم، حيث أن نسبة تقدم الأشغال تبلغ 35%. ومشروع تأهيل المنطقة الصناعية لسيدة قاسم، حيث أسفرت الدراسات التقنية عن كلفة تقديرية تناهز 50.5 مليون درهم، وتم تفويت أشغال الطرقات بمبلغ 41 مليون درهم في انتظار المصادقة على مشروع تعديل الاتفاقية. وفيما يخص برنامج إنجاز حاضنات المقاولات تكنو بارك بالجهة، تقوم الوكالة بالإعداد للإعلان عن طلبات عروض الأشغال لحاضنات الخميسات، وذلك بمبلغ تقديري يناهز 13.5 مليون درهم. يتكون مبنى حاضنة الخميسات من طابق تحت أرضي، طابق أرضي، وثلاث طوابق عليا بمساحة إجمالية تفوق 2000 متر مربع. أود أن أشير في الأخير إلى أن مجموعة ميزانية البرامج والمشاريع التي تواكبها الوكالة لهذه السنة تصل إلى أزيد من مليار درهم. وأخيرا نجدد التأكيد على تابعة جميع كفاءات الوكالة تحت توجيهات لجنة الإشراف والمراقبة من أجل إنزال ناجع وفعال يستجيب لمعايير الجودة والمسؤولية لمختلف المشاريع المكرسة لها. وشكرا.